أهلا بكم مستمعينا الأفاضل ضمن برنامج صدى الجامعة، وخاصة في عدده الافتتاحي لنهار اليوم. لقاء الحكومة بولاة الجمهورية، والذي تمخض عنه جملة من القرارات الهامة من خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكشف خلالها عن استراتيجية هامة واستشراف للمراحل القادمة، خاصة ما تعلق منها بتطوير مناهج البحث العلمي وتحريرها، ودعوة الجامعة إلى لعب دور هام في مرافقة التنمية، وأيضا فتح مجالات الإبداع العلمي. ولإثراء هذه النقاط يحضر معنا الدكتور سعدي إسلامي، دكتور وأستاذ بجامعة الشهيد زيان عاشور. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. بداية دكتور، عموما كيف تقيمون أهم مخرجات لقاء الحكومة بالولات؟ شكرا، وشكرا على الدعوة الكريمة. لقاء السيد رئيس الجمهورية مع بداية الدخول الاجتماعي والدخول الجامعي الحالي مع أعضاء الحكومة ومع الولات، تركز يعني تحدث على الكثير من القطاعات. بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ركز على منح الجامعة دور ريادي كقاطرة للاقتصاد الوطني، وهذا بمرونة إضافية لولوج الاقتصاد المعرفة ومواكبة التحولات الاقتصادية الموجودة عبر العالم، وهذا بهدف دائما لكي تساهم الجامعة في خلق الثروة وفي تكريس المنافسة ما بين الأطراف، وحرية الابتكار والإبداع، وربط الجامعة بالوسط الاقتصادي وبالتنمية عن طريق إنشاء المؤسسات الناشئة التي تصدر عن الجامعة. هذه بصفة عامة. الهدف كان كما قلت منح الجامعة هذا الدور الريادي عن طريق بعض الآليات التي تكلم عنها. من بين الآليات التي ذكرها السيد رئيس الجمهورية، أولا ثمن توجه الجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا في خاصة في والتكوين في العلوم والتكنولوجيا. صح. الأوامر التي قدمها السيد رئيس الجمهورية للسيد وزير البحث العلمي والحكومة بصفة عامة والمهتمين بهذا القطاع في إطار برامج البحث الوطنية للتنمية، أمر بالعمل على الرفع أكثر من نسبة توجه التلاميذ نحو التخصصات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة مثل الرياضيات والإعلام الآلي والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وقامت الحكومة بعدة مبادرات بفتح مدارس عليا. هذه المدارس العليا الكبرى التي أولاها السيد رئيس الجمهورية أهمية كبرى، مدارس عليا يعني لخلق آليات تكوين جديدة، آليات تكوين تكون أكثر نجاعة من الآليات السابقة الموجودة في الجامعة، عن طريق اعتماد مثلا السنوات التحضيرية قبل التخصص، وهذا بهدف رفع مستوى نوعية التكوين العلمي للطلبة. هذه باختصار يعني المحار الكبرى. نستطيع أن نضيف إليها أيضا بعض الآليات الميدانية اللي هي بدأت مع يعني إعطاء نفس جديد في وزارة التعليم العالي، مع إصدار قوانين جديدة وتغيير في المسؤولين وعدة إجراءات وفتح مدارس جديدة وتخصصات جديدة، أعطى تدخل في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يعني بشكل أعمق بشكل عميق أكثر، وكذلك ليس من جانب التعليم فقط، أيضا من جانب الخدمات الجامعية، أيضا الخدمات الجامعية تم رقمنة النقل، رقمنة السكن، يعني تحسين وضعية الطلبة في الجامعة. هذه باختصار كله مختصر. وقدمت أيضا قرارات في مجالات أخرى كالاقتصاد لها علاقة مباشرة بالقطاع التعليم العالي. نعم، في الجانب الاقتصاد الجامعة لازم تكون ريادية في الاقتصاد الوطني، تكون خالقة للثروة يعني باش كي تواكب التحولات الاقتصادية اللي تكلمنا عليها عبر العالم، ويعني تكون هي بإنشاء المؤسسات الجديدة يعني تكون تخلق الثروة، يعني إنشاء مؤسسات التي تساهم في تكوين إطارات الموجودة في الاقتصاد. نأخذ كمثال تكلم عنه السيد رئيس الجمهورية، أولا تطوير الفلاحة الذكية والفلاحة الصناعية، يعني الفلاحة الصناعية يعني تصنيع الفلاحي، هذا التصنيع الفلاحي، أيضا كذلك ولوج عالم الصناعات الدقيقة مثل الإلكترونيك والميكانيك الدقيقة والسيارات والتكنولوجيا الحديثة، من أجل الخروج، هذا دائما الهدف دائما منه الخروج من الاقتصاد الريعي السابق المبني على الاستيراد والتوجه إلى التصدير خارج المحروقات، يعني بإنشاء مؤسسات تنتج وتصدر.
فعلا. وفيه أيضا تخصصات في الجامعات تم الإسقاط عليها في الواقع، عندها علاقة بالواقع علاقة مباشرة، أيضا أعطيت لها اهتمام مثل المجال الفلاحة كما قلت منذ قليل، مجال التكنولوجيات الإعلام، حتى يكون فيه عكس إيجابي في الواقع لتحسين مستوى المعيشي للمواطن. نعم، هذا لاحظناه من خلال يعني العودة إلى يعني تحديد مناطق متخصصة، فتح مدارس عليا متخصصة في بعض المناطق المعينة يعني تتناسب مع طبيعة المنطقة أيضا. نعطيك أمثلة بسيطة جدا، مؤخرا هذا العام في 2022-2023 تم فتح تخصص يعني إنتاج التفاح مثلا في تخصص أكاديمي في ماستر في جامعة خنشلة، وخنشلة معروفة من المصدرين لفاكهة التفاح حتى للخارج. نعطيك أمثلة أيضا، مثلا في جامعة الشلف في جامعة عين دفلة هناك الناس تهتم بتربية الدواجن، فتحوا ماستر أيضا في تربية الدواجن كأمثلة. نعطيك أمثلة أخرى، هناك تخصصات في ورقلة تخصص اقتصاد بترولي يعني لطبيعة المنطقة هناك. نعطيك أمثلة، مثلا جامعة قسنطينة معروفة سابقا بتكوينها في مجال النقل، يعني هناك مصانع نعرفها، مصانع سيرتا ومصانع يعني تصنع القاطرات، ثم فتح تخصص النقل، ماستر في النقل وليسانس في النقل أيضا. نعطيك أمثلة، مثلا في سيدي بلعباس معروفة بإنتاجها الإلكتروني سابقا، عندها تاريخ في الإنتاج الإلكتروني وإنتاج الحواسيب، تم يعني فتح تخصصات إلكترونية في الفيزياء الدقيقة. هذه كأمثلة. الجلفة أيضا تم فتح يعني في المجال البحث العلمي، تم مؤخرا هذه السنة افتتاح مركز بحث في الفلاحة، مركز وطني للبحث في الفلاحة الرعوية، وهو الآن في بدايته وبدأ يتواصل مع الوسط الاقتصادي. دكتور، يرى الكثير أن دور الجامعة لا يزال معطلا أو إن صح التعبير مغيبا، فكيف يمكن إعادة المسار العلمي والبحث إلى سكة المشاركة في التنمية، خاصة التنمية يعني؟ نعم، كما قلت لك سابقا، كي تعود الجامعة لدورها الريادي في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المحلية يجب أن نربط تكويناتها مع ما يحتاجه الاقتصاد الوطني، يعني اختيار تخصصات يكون بطلب من يعني تكوين إطارات ذات يعني قصيرة المدى تلبية الاحتياجات للاقتصاد الوطني والتنمية مباشرة، وليس يعني تكوينات التي لا تحتاجها الأمة. يعني الآن هناك مرحلة نحو رقمنة الإدارة الجزائرية، يعني التوجه نحو الحكومة الرقمية، التوجه نحو رقمنة كل الاقتصاد، تم فتح توسيع تخصصات مثلا في الذكاء الاصطناعي، في تكنولوجيات الاتصال، أيضا في الإدارة الرقمية. نعطيك مثال أيضا، التطور الذي شهدته جامعة التكوين المتواصل اللي هي تربصات الموظفين الموجودين على مستوى المؤسسات، يعني في تخصصات تطلبها المؤسسات الوطنية. إلى جامعة الجلفة الآن يعني تتكرر النداءات بضرورة الانفتاح على واقع التنمية المحلية. دكتور، إلى أي مدى يمكن تحقيق ذلك؟ نعم، على مستوى جامعة الجلفة يعني فتحت في البداية بمعهد بسيط تابع لجامعة الأغواط في ميدان الإلكترونيك وميدان الإعلام الآلي، ثم توسعت احتياجاتها، يعني تم فتح معهد الفلاحة تخصصات فلاحية، وبعد ذلك توسعت إلى العلوم الإنسانية اللي هي الحقوق والآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وبعد ذلك الاقتصاد. هذه يسموها التخصصات الكلاسيكية. أما التخصصات التي تهم المنطقة يعني تم تطوير ذلك بإضافة بعض التخصصات، مثلا كما تكوين في البيطرة، يعني معروفة ولاية الجلفة بأنها في منطقة رعوية بامتياز، منطقة رعوية، وكذلك التخصصات التي مرتبطة بالسهوب في ميدان السهوب. تم افتتاح مركز البحث كما قلت لك في الفلاحة الرعوية يعني التي تهم منطقة السهوب. كذلك يعني هناك طلبات من الطلبة من أجل ولوج التكنولوجيا الحديثة، تم فتح كلية جديدة اللي هي كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي، هذه تهتم بما هو جديد في مجال الإعلام الآلي الجديد، في مجال الرياضيات، في مجال يعني تكوين قاعدة من يعني من المكونين، يعني لتموين مديرية التربية بالمكونين في العلوم الأساسية، نسميها العلوم الأساسية أو ليسونس فوندامونتال، هذون الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وبالإضافة إلى ذلك العلم الآلي.
في كلية العلوم التكنولوجية قامت جامعة الجلفة مؤخرا في السنوات الأخيرة يعني بالانفتاح نحو تخصصات جديدة. نعطيك أمثلة: تخصص مثلا التكوين في صيانة الأجهزة البيطوبية، وهذا تخصص موجود في 3 جامعات فقط، في تلمسان، في جامعة قسنطينة، وقمنا بجلبه إلى جامعة الجلفة وتخرجت منه 3 دفعات لحد الآن. الدفعة الرابعة الآن تدرس في تخصص جديد هو مطلوب جدا، وهذا بالتعاون مع مديرية الصحة ومع الأطباء الخواص في مجال الأشعة والتصوير الطبي والأجهزة الطبية. كوننا مجموعة من الإطارات الآن في الميدان تعمل، وحتى في البيومتري يعني على مستوى الدائرة وعلى مستوى الولاية الإدارة المحلية. هذه التخصصات الجديدة اللي لاحظناها يعني هي تتطور ببطء ولكن يعني في الطريق الصحيح إن شاء الله. تخصص آخر في التكنولوجيا يعني هو تخصص نادر له تسجيل وطني، أعطيك أمثلة على في الهندسة المدنية، إعادة تهيئة البنايات القديمة. هذا تخصص موجود في الدول الغربية دول الأوروبية، لكن في تخصص الهندسة المدنية على مستوى الجامعات الوطنية يعني بالنسبة له تخصص جديد، فتحناه في جامعة الجلفة وتكون فيه مجموعة من الإطارات في إعادة تأهيل البناءات القديمة، يعني البناءات التي نريد أن نحافظ على هندستها القديمة، كما فعلنا مع مبنى البلدية في مدينة الجلفة، مبنى البريد القديم يعني، وكما فعلت في العاصمة يعني الحفاظ على الطابع التاريخي للقصبة مثلا. يعني هذه تدخل في اختصاص الهندسة المدنية، هذه تخصصات ميدانية يطلبها الله. تخصص آخر ميداني الآن مع تطور التكنولوجيا وانتقال الإنترنت إلى الهواتف النقالة والاعتماد الجميع على، لم يصبح الناس يعتمدون على البرامج الموجودة على مستوى أجهزة الكمبيوتر، الآن يستعملون التطبيقات التي ننزلها من بلاي ستور. هذه التطبيقات فتحنا تخصص لتطوير هذه التطبيقات على مستوى يعني على مستوى الهاتف الجوال. هذا التخصص له تسجيل وطني وهو مطلوب جدا، متوفر على مستوى جامعة الجلفة منذ 4 سنوات، هذه الدفعة الرابعة، تخرجت أول دفعة السنة الماضية وهم الآن يعملون. هناك من أكمل المصر وهناك من يعمل يعني في ميدان الكاس يعني إيجابي مباشرة مباشرة، هم الآن تكونوا وأصبحوا يطورون التطبيقات على مستوى الجوال، بعد ما انتشر صيته على مستوى الوطني أصبح مطلوب جدا. توقف معدله عند 14.30 هذه السنة، يعني هو الأول على مستوى الجامعة، عنده يعني طلب يعني طلب ويعني يتعلمون مهنة وتخصص مهني، يتعلمون مهنة في هذا هو التي أود أن أصل إلى هذه النقطة المهمة جدا، هو التخصص المهني. يعني طالب يدرس ربما تخصص في الأخير يجد نفسه يعني حبر على ورق إن صح التعبير بين قوسين، وآخر يدرس يعني الشيء الذي يكون مختصر إلى في المجال المهني أو في المجال الاقتصادي حتى. نعم، أنا الحكومة لها برنامج ذو شقين. برنامج كما قلت لك الجامعة لازم تكون هي لها الدور الريادي في قاطرة الاقتصاد الوطني في التكنولوجيات الحديثة، هذا لا مناص منه، هذا لما نصمم التكوين الثلاث. أما الهدف الثاني من الجامعة يجب أن تدخل الجانب المهني، يعني تكوين إطارات قصيرة المدى، يكون تكوين قصيرة المدى أقصاه 3 سنوات، يعني إطارات تكون جاهزة مباشرة لخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. فعلا. هذه هي التخصصات المهنية، وقد بدأتها الحكومة منذ سنوات سابقة وهي متواصلة فيه، يعني تكوين إطارات ذات تكوين قصير المدى وتكون جاهزة للعمل في الاقتصاد الوطني. وقلت لك في عدة ميادين، سواء إطارات ذات مستوى عالي في المدارس العليا يعني مهندسين في ذوي مستوى عالي، وإطارات ذات مستوى يعني متوسط، وقلت لك أنها تخص يعني كل منطقة لها خصوصيتها، تم فتح تخصصات في كل منطقة لها خصوصيتها الخاصة بها. هذا الجميل هذا يعني هذا الشيء يعني حتى أنه المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ثمن هذه مخرجات اجتماع الحكومة الولاد، خاصة في الجانب ما يتعلق بالتعليم العالي وعلاقته بالاقتصاد، علاقته حتى بالقطاع الفلاحة الذي صار بديلا عن الثروة البترولية. لاحظنا هذا في التوصيل التي قدمها المجلس الاجتماعي الاقتصادي الكناس، مجلس الاقتصادي كمجلس استشاري للحكومة، كان من بين توصياته أنه تطوير الجامعة يعني إصلاح الجامعة، إصلاح الجامعة. يعني يكون إصلاح بشكل عميق،
عصرنة التكوينات، يعني إعادة عروض التكوين، نقصد بها يعني إعادة صياغة المقاييس اللي نسموها الموديلات هذه، إعادة صياغة الموديلات بشكل حديث، بشكل حديث يتلائم مع ما يحدث من تطور عبر العالم، يعني التحولات الاقتصادية الكبيرة الموجودة على مستوى العالم. نعطيك أمثلة، يعني هناك ظهرت تخصصات جديدة وتسميات تخصصات جديدة. نشوف الدول مثلا التي لم تكن شيئا ثم ازدهرت مرة واحدة وأصبحت من العالم الأول، مثل تركيا، مثل دبي، مثل ماليزيا، مثل اعتمدت على التكوينات الحديثة هذه قصيرة المدى مع تسميات جديدة. والآن تمتلك هذه الدول المهن الأغلى في العالم، كي نقول الأغلى في العالم التي لها رواتب أعلى، ويتعتمد على التكنولوجيات الحديثة كما قلت، الفلاحة الذكية مثلا. الآن لم تصبح الفلاحة القديمة الكلاسيكية هذيك، الآن أصبحت فلاحة ذكية. يعني كي نقولوا فلاحة ذكية، ليس التحكم في الفلاحة فقط، مش الري والحرث يكون بطريقة إلكترونية كذا، مش هذا فقط، تطوير حتى يعني في الجانب المنتوج، يعني لعب على الجانب الوراثي للبذور، يسموها البيوتكنولوجيا النباتية مثلا، أو البيوتكنولوجيا الحيوانية أيضا. حتى الوقت دكتور، يعني تختصر الوقت، يعني ما تأخذش وقت كبير. هذه في الفلاحة كي نقولوا اللعب على مدة عمر البذور، يعني نقدروا مثلا نزرعوها 3 مرات أو 4، يكون محصول 3 مرات أو 4 مرات في العام. هذه بتطويرها بتكنولوجيات حديثة يسموها البيوتكنولوجيا النباتية أو البيوتكنولوجيا الحيوانية. وكما قلت لك، كل منطقة لها خصوصيتها، يعني منطقة سهبية ليست كما منطقة ساحلية، ومنطقة ساحلية ليست كما الفلاحة الصحراوية. نسيت أيضا أقول لك باللي فتحوا مدارس عليا في الفلاحة الصحراوية في جامعة بسكرة، في جامعة أدرار التي تطور فيها الفلاحة الصحراوية، أصبحت أغلب الخضر والفواكه تأتينا من الصحراء، يعني لتطوير الفلاحة الصحراوية حتى النوعية الجديدة أيضا. بالإضافة إلى لا ننسى خصوصيات المدن الساحلية، يعني هناك تربية الأسماك وتخصصات جديدة في تكنولوجيات حديثة حتى في الفلاحة الشمالية. فيه نقطة أيضا دكتور، في السابق من يعتمد على الفلاحة هما فئة معينة من المجتمع، يعني الكبار كما احنا. نعم. الآن لا، كان حتى المهندسين الفلاحيين تكون عنده بصمة وعنده لمسة خاصة في هذا. نعم، هذه تدخل في عصرنتها، يعني تكوين إطارات ذات مدى قصير وتكون ذات فاعلية في المستوى الاقتصادي. يعني لم يبقى الفلاح هو الفلاح ذلك الفلاح الأمي الجاهل البسيط، المهنة التي لا تتناسب مع إنسان جامعي. يعني لم تعد هذيك طالب متخرج من الجامعة لا يعمل في الفلاحة أو في الرعية أو في لا. الآن مع التكنولوجيا الحديثة ومع عصرنة هذه المجالات، نتكلم عن الفلاحة أيضا حتى في الصناعة، يعني عامل الميكانيك الآن أصبح له تكوين جامعي، الآن ليس تكوين مهني أو نحتقره كما كان سابقا في المجتمع. الآن مع التطور الحديث أصبح الميكانيك أصبح إلكترونيك، الآن الميكانيك أصبح إلكترونيك، يعني يحتاج إلى تكوين ذو مستوى عالي. يعني في السابق رهنت الجامعة الجزائرية على إنجاح التخصصات على مستوى للشباب، يعني ونأخذ وقت حتى نصل إلى ربما تحقيق التكنولوجيا 100% في عدة المجالات. نعم، هذا احنا الآن تكلمنا على التكوين، ما تكلمناش عن البحث العلمي. البحث التكوين تكلمنا قبل على التكوين، هذا التكوين في الجامعة. الجامعة لها دور أيضا في البحث العلمي، فإلى مراكز البحث التكوين. السيد رئيس الجمهورية ثمن التوجه الجديد للجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين في العلوم التكنولوجية. كي نقولوا الدراسات العليا، يعني الدراسات العليا ما بعد التدرج، اللي هي ما بعد الليسانس وما بعد الماستر، اللي هي تدخل في دراسات البحث العلمي، تثمين البحث العلمي، يعني إنشاء مراكز بحث متخصصة لتطوير أيضا، يعني الجزائر تقوم بها بتطوير نتائج بحثها. هذه أيضا تدخل في إطار البحث، كين البحث التكويني وكين البحث، يعني البحث التطوري لريشيرش دو ديفلوبمون، وكين البحث الأساسي اللي هو لريشيرش فوندامنتال. هذه البحث الأساسي لا نتكلم عنه، يعني هذه نتائجهم تكون نتائج علمية موجهة إلى الترقيات ولخدمة الإنسانية وكذا. هذه لا نتكلم عنه، لأنه موجود على مستوى بحث علمي المستوى عالي. كين البحث العلمي التطويري، وهو تطوير تكنولوجيات مستوردة ونقوم بتطويرها، يعني إعادة تطويرها، وهذا ما فعله الصينيون بدأوا هكذا يجلبون التكنولوجيات الحديثة من دول أكثر تطور منهم مثل اليابان وأمريكا والغرب، ثم يقومون بإعادة تصنيعها، ويصبح منتج صيني، يعني يخدمهم بأرخص الأثمان، يعني أقل من الثمن الذي يشترونه من دول الكبرى. هذا البحث التطويري.
البحث التكويني، البحث التكويني هو ما هو اللي نسميه الآن الطور الثالث ما بعد الماستر، كاين ليسونس الماستر. البحث التكويني هذا على مستوى الدكتوراه، يعني نكون طالب دكتوراه يتحصل على الدكتوراه في ميدان بحث تكويني، يكون واجد يا إما للتكوين أو للعمل في المؤسسات الاقتصادية. واصدر مرسوم مؤخرا، مرسوم تنفيذي كيفية توظيف الدكاترة المتخرجين، كي نقولوا الدكاترة يعني اللي تكونوا بحثيا يعني عندهم شهادة دكتوراه، تم توظيفهم في المؤسسات الاقتصادية حتى في المؤسسات التربوية، أعطاهم مناصب استشارية مؤخرا في مديريات التربية على مستوى الوطن. يعني أولا هو امتصاص لهذا المتخرجين دكاترة، هو الاستفادة من تكوينهم هذا على مستوى المؤسسات الاقتصادية كاستشاريين كل واحد في ميدانه. ذكرتم الصين منذ قليل، ربما الصين عندها الأفكار، يعني تنمية الأفكار، تأخذ الفكرة ثم تحاول أن تدرسها ثم تحاول أن تنميها، خاصة الأفكار التي عندها أفكار بسيطة وعندها علاقة يعني بالتكنولوجيا وعندها علاقة بتطوير الاقتصاد المحلي الصيني. هذه فكرة عالمية يعني في مجال البيئة أكثر، يعني في الصين، يعني في كل مجالات. هذه هي فكرة ستارت اب، فكرة ستارت اب أو المؤسسات الناجحة، يعني أفكار بسيطة تتحول إلى مؤسسات. هذه في كل الدول اختطفتها الصين من أمريكا ومن الغرب، من هذه الأفكار البسيطة تتحول إلى يعني إلى مؤسسات تبدأ صغيرة ثم تنمو وتصبح كبيرة. يعني هي كانت كبديل لما كنا نسميه سابقا في الثمانينات والتسعينات صناعة الخفيفة وصناعة الثقيلة. الصناعة الثقيلة هي المؤسسات الكبرى التي تحتاج رأس مال كبير وتنتج أشياء كبيرة. المؤسسة الصناعات الخفيفة التي اعتمدت عليها مثلا بعض الدول مثل إسبانيا وإيطاليا، يعني الدول التي لا تمتلك صناعات كبرى ولا تمتلك يعني لا مصادر ثروة طبيعية ولا اعتمدوا على الصناعات الخفيفة. الصناعات الخفيفة مثلا كما إنتاج الطماطم، إنتاج المصبرات، إنتاج الزيتون، هذه صناعات خفيفة لكنها ذات مردود كبير. هذه الصناعات الخفيفة الآن عوضتها المؤسسات الناشئة، المؤسسات اللي يسموها ستارتاب. ستارتاب تنطلق من فكرة بسيطة على مستوى التكوين المهني أو على مستوى الجامعة، وهذه تكلم عنها السيد رئيس الجمهورية في لقائه مع الحكومة، ربط الجامعة مع الوسط الاقتصادي عن طريق المؤسسات، يعني السماح للطلاب المتخرجين بتحويل مذكرات تخرجهم التي كانت في الجامعة، يعني ما تبقاش في رفوف كما كانت سابقا، يتم تثمينها وتحويلها إلى مؤسسات صغيرة أو إلى أفكار تفيد المجتمع. حتى في التخصصات الإنسانية، نحن لا نتكلم عن التخصصات التكنولوجية فقط، حتى تخصصات العلوم الإنسانية هناك أفكار وهناك حلول للمجتمع. حتى في العلوم الاجتماعية، في الآراء في الاقتصاد، قد تجد في النهر ما لا يوجد في البحر، يعني قد تجد في مذكرة ليسانس أو مذكرة ماستر ما يفيد الاقتصاد الوطني أكثر من مشروع كبير أو مذكرة دكتوراه. فعلا هذه النقطة يعني تأخذنا إلى شيء آخر، أنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في عدة تدخلات في عدة من المناسبات أكد على ترشيد الإنفاق وتشجيع الاستثمار من أجل النهوض بالاقتصاد، يعني حتى أنه دائما يعدل في قانون جديد للاستثمار في الجزائر وتكون الجزائر تتحول إلى قطب اقتصادي إقليمي. نعم، هذه الإصلاحات الجديدة في الاستثمار، يعني الاستثمار سابقا كان جاب الاستثمارات الكبرى، المستثمرين الكبرى يجيبون، وهذه فشلت. المستثمارات الكبرى تحتاج إلى مشاريع كبرى وإلى رأس مال كبير الآن الاستثمار أصبح على مستوى محلي، تم تحويل، مثلا أعطيك أمثلة على المستوى المحلي، يعني تغيير اسم اللونساج إلى 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 عنده لا اسم آخر، يعني يشجع المؤسسات الصغيرة والشباب بطل اللي عنده أفكار وطالب للعمل، يشجعه على إنشاء مؤسسته يعني على مستوى المنطقة الصناعية. لم تعد الآن مناطق صناعية لمؤسسات كبرى، أصبحت عبارة عن منطقة نشاطات بسيطة لشباب لديهم أفكار يتم تمويلهم من طرف البنوك، يعني يكون تمويل خفيف فقط أو بنسبة خفيفة يعني تحويل هذه الأفكار، يعني لاحتضان هذه الأفكار. وهذا ما يقودنا إلى فكرة الحاضنات. فكرة الحاضنات هذه تستطيع الجامعة إنشاء حاضنات. بالمناسبة الجلفة من الجامعات القليلة التي تحصلت على حاضنة، هذه الحاضنات دورها احتضان هذه المشاريع البسيطة للطلبة لمذكرتهم، احتضانها يعني تكون فكرة وتتم التجارب على مستوى الحاضنات، توفر لهم الأجهزة اللازمة والإمكانيات اللازمة لتحقيق أفكارهم، ثم يعرضونها على المستثمرين
وتكون هناك منافسة ما بين المستثمرين وبين طلبة اللي عندهم أفكار والفكرة الناجحة هي التي تنجح. مؤخرا تم إنشاء وزارة، وزارة المؤسسات الصغيرة، وزارة ستارت أب هذه، وقامت بعدة مسابقات وطنية، وتم يعني تثمين أفكار هؤلاء الشباب وتسجيل ابتكاراتهم وإبداعاتهم على مستوى المعهد الوطني يعني لحقوق المبدع. نشاهدوا اللي ينجحوا في هذا المجال، مجال الاستثمار خاصة الاستثمارات المحلية، هو نعم. خريجي الجامعة وبدرجة أقل حتى خريجي التكوين المهني أيضا. يعني الفكرة تنافس الفكرة لا تنافس الشهادة، وهذا ما ركز عليه السيد رئيس الجمهورية في لقائه مع الحكومة مع الوزراء، وشرحه السيد وزير التعليم العالي الحالي الأستاذ كمال بدري. قام بعدة خطوات جديدة، يعني إصلاح هو جديد على القطاع، يعني ليس جديد على القطاع، هو جديد على على المنصب الوزراء. جاء ببرنامج جديد وبدأ بتطبيقه مباشرة، أصدر قرارات وزارية يعني لتثمين المذكرات ويعني تحويلها مباشرة، يعني أمضى اتفاقيات مع وزارة المؤسسات الناشئة هذا الأسبوع، أمضى اتفاقية يعني لاحتضان هذه مذكرات الطلبة للجامعة. هذه من أولى الإصلاحات التي بدأها السيد الوزير تطبيقا لما خرجت به توصيات لقاء رئيس الجمهورية مع نلاحظ بالمختصر سي إسلامي أنه في الفترة الأخيرة أنه التعليم العالي أخذ حصة الأسد، يعني من القرارات المهمة التي تنبثق دائما في اجتماعات رئيس الجمهورية، الاجتماع الحكومي. نعم، هو ذكرها بجملة واضحة، يعني منح الجامعة الدور الريادي كقاطرة للاقتصاد الوطني، يعني يريد إرجاع الجامعة تكون هي قاطرة للاقتصاد الوطني بعدما كانت مهمشة وكانت مصنع للدبلومات سابقا. الآن يجب أن تأخذ دورها الريادي، يعني من خلال مرونة إضافية، تكون مرونة إضافية داخل الجامعة، يعني في اختيار تخصصات، في تنوع التخصصات، كما قلنا فتح تخصصات جديدة تكون للطلبة، يعني تكوينات جديدة، راحت هذه التكوينات التي كان يختارها الطلبة، التكوينات الكلاسيكية يختار الطب بالمدارس العليا، هذه أصبحت يعني مهن كلاسيكية الآن. حتى الاختيارات دكتور كانت نعم. روتينية، يعني كانت معدلات روتينية، نعم. يعني تتركز فقط على الطب وعلى الصيدلة على كذا، نعم. الآن يعني تحس أنه هناك يعني تغيير حتى في حتى في أفكار المجتمع، نعم، حتى في أفكار المجتمع تغيرت، لأن يتجهون نحو التخصصات الجديدة. نعطيك أمثلة، حتى تخصص الذكاء الاصطناعي أصبح يتوقف عند 18.50 18.60، ورغم أنه عالم جديد بالنسبة لهم لا يعرفون عنه جيد، لكن اختاروا تخصصات العلم الآلي، تخصصات الاقتصاد الرقمي على مستوى، يعني تم إنشاء مدارس عليا في الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية في 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 جامعة القليعة، توجه إليها الطلبة وتوقفت في معدلات أعلى من 15، يعني حتى الطلبة أصبحوا يبحثون عن تخصص جديد، هذا لانفتاحهم على ما يجري في العالم. قلت لك أن بعض الدول توظف اللي عندها يعني المهن الغالية، توظف في هذه التخصصات الجديدة، وهذه التخصصات الجديدة اللي مطلوبة في العالم، والتلاميذ راهم يتابعون ما يوجد في الإنترنت، يقرؤون كل ما مطلعين على ما يوجد في العالم. يعني الحكومة الآن عليها، الحكومة والجامعة الجزائرية عليها أن تساير ما وصل إليه، يعني المعلومه ما وصل اليه العالم، يعني وهو امام شبابنا، يعني هو يعرفون ما وصل اليه العالم، يجب الجامعه ان تواكب هؤلاء الشباب، نعم، يعني ان تلبي اختياراتهم، تلبي يعني احتياجاتهم، رغباتهم، نعم، لا تترك لهم مجرد الاختصاصات القديمه فقط. دكتور، وصلنا الى نهايه هذا العدد لنهار اليوم، هو العدد الافتتاحي، شرفوني ان تكون انت ضيفي وان تكون حاضرا معنا. كلمه اخيره تختم بها هذا البرنامج. شكرا على الدعوه الكريمه هذه. كلمه اخيره، يعني الان كما قال السيد رئيس الجمهوريه، قال دخلنا في دوله عصريه ولا نتراجع عن العصرنه، يعني يحق للجزائر الان، الجزائر الجديدة الآن، يعني مع شبابها الجديد، أن تفتخر بهذا الشباب، جيل الابتكارات، جيل الإبداعات، يعني جيل الذكاء، جيل الإبداع العلمي، يعني الآن أصبحوا ينتصرون على الشباب في العالم في كل المسابقات، في مجال الإبداع، في مجال الابتكارات، في مجال التحديات، يعني تحديات الذكاء، تحديات القراءات، يعني الجزائر يجب أن تفتخر بهذا، ولا مناص من الذهاب نحو العصرنا الحديثة لمواكبة الدول. وهذا نلاحظه مع كيك عندما نقارن مستوى شبابنا ومستوى ما وصلت إليه جامعاتنا مع الجامعات الأخرى، يعني الدول اللي كانت في مستوى واحد مع الجزائر.
يعني هذا ما أكده رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في آخر لقائه لقاء الحكومة بالولات، وهو يعني لابد أن تكون هناك استراتيجية هامة واستشراف للمراحل القادمة، خاصة ما تعلق بتطوير مناهج البحث العلمي وكما قلنا منذ قليل وتحريرها ودعوة الجامعة. نتمنى أنها تلعب فعلا دور هام في مرافقة خاصة مجال التنمية، ونتمنى أنه ثاني كما قلتم دكتور منذ برها أنه الفتح مجالات الإبداع العلمي لازم يكون فيه الإثراء الفكر الطالب في هذا المجال، دون أن ننسى أيضا مجهودات الوزارة في الاتصال بالإطارات الجزائرية الموجودة الناجحة في الخارج. يعني مؤخرا في هذه العطلة الصيفية جاء مجموعة من الإطارات الجزائرية لمساعدة الجزائر من أجل تنمية جامعاتها، وأيضا يعني المساعدة عن بعد، عقد اتفاقيات مع الجامعات العريقة في بعض التخصصات النادرة الغير موجودة في الجزائر. يعني لا ننسى مساعدة الجزائريين الموجودين في الخارج، يعني الإطارات النزيهة لمساعدة الجامعة الجزائرية يعني لمواكبة ما يحدث في العالم. شكرا لك دكتور على تلبية الدعوة وعلى الحضور وعلى إثراء هذه النقاط المهمة. دكتور سعدي سلامي، دكتور بجامعة الشهيد زيان عاشور، شكرا لك مرة أخرى. أما أنتم مستمعين الأفاضل، نتمنى أنكم استمعتم واستفدتم من هذه الحصة. ألقاكم في العدد المقبل إن كان في العمر بقية. في أمان الله.